السلام عليكم شباب. اليوم جايب لكم طريقة حشر في ماب بوتليج. هاي السلسلة الجديدة ان شاء الله حتنجح في القناة، ان شاء الله تنجح. واليوم جايب لكم ماب بوتليج طريقة حشر في الدوميليشن، يعني اذا كان ما عندك بومب وتكون انت ديفنس. زين، لو شيء نفتح قصدي الماب، النقط الصفر اللي هي رسمان العدو، واللون الاخضر اللي هو مكانك اللي راح توقف فيه عشان تذبح العدو، واللون الاحمر مساحة تتحرك العدو، يعني مساحة اللي يقدر يتحرك فيها العدو. بس انت راح تحشر. انزين، ومن زمان عنكم، انتري من زمان عنكم. ويلا نبدي. وحين في كم رسبونات؟ 6 رسبونات، وكل واحد حاط له مكان، يعني هذا المكان اللي راح يبدي في العدو، قصدي مو يبدي في العدو، راح يصير رسبون للعدو. يعني اذا تم نظام تحشر، هذا حقك، هذا حقك الرسمان، هذا او حق هذا حقك الخريطة، يعني حقك او الدليل حقك. اوكي، و يعني انت 6 رسبونات حق العدو، وثمان اماكن او على كل رسبون حاط حق حاط له مكان. في ان شاء الله يفيدكم، وننتقل حق عقل لما يكون عندك لما يكون عندك بومب، وكيف تحشر اذا كان عندك بومب في ماب بوتليج. وكاه مثل ما موضح لكم في نقط داخل، يعني داخل ماب، يعني ان شاء الله تستفيدون من هالنقطة. اسف على القطع الطويلة، لان تعرفون اخوي سافر وصارت يعني ظروف، فيعني من زمان عنكم، انتري من زمان عنكم، يعني اعذروني اذا كنت ما اعرف يعني قط بدليات او شيء كذي، يعني يعني قولوا عشان اول مرة اسوي كومنتري. وان شاء الله حنلاقي اشتغل على المونتاج، ان شاء الله يعجبكم السلسلة الجديدة، وان شاء الله راح اشوفكم في فيديوهات جاية. وان شاء الله يا شباب لايك وفيفورت، ويا ريت شباب تنشر المقطع. يلا السلام عليكم، كان معكم اخوكم احمد من غايك 6 من اكس اكس.